الجديد وحي كسو قعدي وحي كسو قعدي إخوان المسلمين أما الإسلام هي كسو عررت وحي دين أنا أنت إسكما فدينينو دولة نمضة فيرسان مينو وإسشرحينا مدحوين نمع ربنا حسن شي محمود أي وقتين طو كذي هوري دولة الجديد أنا لطا ديق عصب الدولة رادس كا قرب كا الإسلام نمان كاس مارك ماشي اسكود دقالما وحو حمز أولي يكور كان نقلجر وحو أولي يكوراسين هكوينو أصلا بأيقا يكو إمادين أصلا بمقع عاسي وطان مارك مقع عاسي وطان مصر مصر حتى معني إن لقى إلاليو أولي يراد حماسة تاقيرين وطاوي مصر حتى إسماعيل هني وعرك مارك نمان كان هل شيء توفيق دراهي ستا حماس سوك مارك حماستو يدو كراس دون ميا مثل جهاد دون واي انا يدوك حريان اي ربان حماستو شريعة دون واي اي كراس دون انا يكو مدعيان جهاد دون انا يكو مدعيان وحي كلين شريعة الاسلام الا سبقكم ربنا كليا وحي لين شريعة دون لكن شريعة دون لكن رئيس الوزراء مقلين مدهنو دور شي قلين ها دور شي قلين هل لكن دور شدو دور شدو قفك قلي كرسي دون اي سوما ما أساساً كنت تقين أي كلهين أيها وحي كلهين قري كما تقين دور الشدوى آمن سيين أي وحي كسور جيدان إن قري لقاته لكن غيبتاً كتائب شهدها لإيران وحد وفلسطينيين تكقوا أيها دقالك قري وغيبتي دقالك أقلاد وي أيها وحي دان إسكفة فدين ميناه شيخ حسن البنا وحو قري لدول تاقنام ميناه مركي أركان وحان ربا معني إنان إسبر بردك سمينه ماركي سيدات كان الإصلاح أوكالي حسن شيخ محمود تيم كيسي يتيم كا دسوقي أوكالي دمو الجديد يدمو القديم أي نقدين معنيه كوانا ماركي سيد دعوة دان في دينا ينابي دين كوانا ماركي سياسة دان قلينا وإحنا وادلينا وحسن شيخ محمود يو ماركي ساسي سيكليهن بل نوشر حدد كان فهمني ناوي وساعد فهمني كو واحدين سيد هادن من كان الأقسام ليرادو سياسة يدل إيسكو درسدان يكرسي دون لكن نمان كالي أو عدد أو شاق عبد الحي وكمدي هاي داد بادن ويساش يكتش إبراهيم دسوق كمدي هاي دفل كمدي هاي لتاليها مدح وينا هادا لغا غادي أو لو ديري جري أهل صنو لو ديري جري بادية وكمدي هاي بادية وادكي حدو صوغة لدم الجديد موغي يعني لكن بادية وحو عين جري إصلاحي هروي أسو إصلاحي هروي أو كراسكو أي كربان وحبرشو أقون يوم عارتي إنتك وحلبرو إسبورتس كاللقالو ساس لغو صوت دورتو مرنا قولي عن لغادن لكن نمانك الدم الجديد اللي يرادو وحيدان وقتها أفضال عليهم الأمل وقتها نقول ديراني محان سمينينا حد دادك واديار عن قلنو وحي لديلاني لديلو كرسيقا عن آدنو دينت إسلام كان وحكو حكمينو بارك هذا حمزة إيو waxay soo wadaan horta aniga ma ogin saansaanka madaxweynaha wuxuu weegyahay in islaamiyiin soo wado waay madaxweynuhu hadda masajid kale uu ku qudbeeya madaxtooyada ma ku qudbeeyo askarigii oo jamhuuriyadda la dhigi jiray madaxweynaha lagu yaqaanay iga harbuu yiri amiril mu'miniinan ahay oo kale amiril mu'miniinta waxaas ma ogolaa muqtaar reewo waa u dhahayba amiril mu'miniin waa yiri amir waay ha marka وحيابا عانيقا اوغان اينا جرانا معقولا او دولة نمال آن ربنا ما هي حسن هاد مركو ليه مدحوين اي مدحوين كوحيان مركو ليه الان امير كلاقا ما دابا هادلو مركا دو امير نغضو هاد مدحوين كوحيان ما عاني كارو مركا اينا اسكا عاد ديستاني في عناد اي دهان عانيقا شريعة اسلامية ربنا واحا سعودة نقاد داي شبابنا منيه سيدا شباب وكال امدق مينو عالم كالنا سعودة اينا اينا دهان عرون لكن waxaan dadka jahwareerinayaan oo maxay ahayd oo falastiin in la taageero een maxay ahayd een maxay ahayd een falastiin la taageero sheekh qasim laba u kala qaadayna taageerida falastiin wax laga doodayo ma dadka shacabka la bombgareynayo adigu waa taageersan tahay macnihi in la taageero falastiin falastiin iyo siyaasada dadka wata isku qasay anagaba taas weyn haysataa anagaba urro waxaan leenahay gaalada la dagaalamo dhahay مساجددنا قرحينا هذا ينوجو يعني. مركا ضد كان وحبدا ساس وما فهم سنة لكن هذا وحان أركينا ديك دادنا هاي ديك قاسنا ودي دنا وحان روا مركا إنا أقول له أنكو يديو رقان يعني صوماليا كدقا الله ماي وحان أقنا هاي محاكيم لقا صوب اللابو لما أنتو
وحوي كرسي دوم بيهايين وشيخ شريف أنا أرقني وحسن أنا أرقني مركب وحال لا ذهاي وردي مديدان ودن كوا قلنك ذهاي يكوا حبضة أما فلسطين كوا جوج هالنقدانو أما كوا صومالي هالجو وحير ربان كراس أي يولكو قدام بين وحكم مية قلنا aan hadafkii ugu horeeyay oo waxa loo aasaasay kacdoonka islaamiga ma ahayn koodor kursadoon ma ahayn asalkiisu wuxuu ahaa dawlad islaami ah inay istaagto wixii marka way soo yaraadeen al-ittihaad bay soo mareen al-ittihaad al-islaamiya la dhihi jiray waa markii loo bixiyay al-qaacida waa urur argagixiso caalami lagu daray wey al-qaacida la yidhi al-qaacidadu hadafkeedu ma ahayn هل كرسي صوماليا هل كرسي السودان مر هذين وعي هذين هاي الدول الإسلامية كراسي هذا عرب وفرد هذا إلا الرجو أفريقيا ذو وعي إسلام نما شيعنا هاي كراسي هذا إلا الرجو أو كراسي هذا نودا در لي يقان غفصه لي راد الدولة دي إسلام كي نبي محمد كتجربنا إن لي راد خلافة دي وها مرك ماش وها مرك ماش يمين كلاكو قبصنان oo ninka markii meesha loo dhiibaba oo amir ka noqdaba inuu isbedelo sida aad aragtay hadda markii ittihaad al-islaamiya as-soomaaliyo kale yaa ugu horeey dad loo dhiibay dadkii loo dhiibay nin majeerteen buu ahaa sheekh al-raagi wax la yiraahdo ma aqaan magacaas uu lahaa ninkii loo dhiibay dadkiisii waxba ma gaarsan muqdisho iska dhex keenay majeerteenkii waa ka dhaadhiciyey dagaalkii ugu horeeyay meeshuu ka bilowday xasan daaraawees iyo ku jireen laakiin aaway waxaa la rabay dhulkiisa inuu qabto dadkiisii qabto horta koo gudleen inuu ka soo bilaabo kama soo bilaabin koonfurtaan uu soo aaday waa la sii waday waa ina godana gacanta ku dhigay ina godana isaaqii kuma soo bilaabin wuxuu noo yimid bay dhaba laa ilaaha illaa dheh maxay ahayd haddaad islaamaysaa dhulkaanaa iskale waa asaga iyo robow saasay isku dagaaleen waad ogtahay robow wuxuu yidhi dhulkaan anaa amiir ka ah waxa wilaayata junuub garb soomaal koonfur galbeed annagaa amiirka mayuu yidhi maya haddii islaamkana ma qabo dhulkaaga in amiir laga noqdo oo nebigu wuxuu yidhi walaa yu'man axadakum biwilaayati axadin nin dhulkiisa nin kale yuusan ku hogaamin yani gurigaaga xataa qof kale amiirka ma noqon kara soomaal martida markay timaado maya maya dowladnimadu nebiga markuu meel wax u diraayo ninka dhulkaas ku dhashu u diri jiray cid kale sida hadda ayaga sameeyeen dowladnimada nin gaalka ay ka dhashay in baydhaba loo diro xaaraam wey marka hadda digilay mirifle qof u yimaaday inuu madax u noqday ogolaadeen taasi diintu way khilaafsan tahay leedahay marka ha diintu way khilaafsan tahay fiiri ina godane inuu koonfurta xukuumo ou yidhaahdo islaamiyiinta intuu ku hogaamina oo uu ka soo tago isa waa yuusuf indhaha hadda markuu su-aalaya ma yuusuf indhaha hadda waa nin oo smarket ah wuxuu yidhi ina godanow adiga maxaad usoo tilaabsatay hergeysa oo inta noogu imaaday reergeysa ma wuxuu yidhi meesha waa laga yaqaanaa yuusufkana shabeellada hoose inuu maamuluu rabaa isagana